يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ليدرماكس، العلاج الطبيعي للجروح الحروق والقروح. السلام عليكم، رمضانكم مبارك، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وصيام. سمعتوا ديجا على الصيام المتقطع ولا الانترميتنت فاستينج؟ هذا النوع من الصيام أصبح يستعمل كبديل عن أنظمة الغذائية المختلفة، وهو التوقف عن تناول الطعام من 14 حتى 16 ساعة في اليوم كيما صيام رمضان. هذا الأخير بدأ ينتشر في الكتب العلمية والدراسات لما له من آثار إيجابية على صحة الإنسان. في الحلقة تاع اليوم راح نحكيو على فوائد هذا النوع من الصيام. أولا، صيام يزيد من حساسية الجسم لمادة الأنسولين. طبعا الأنسولين هو الهرمون الذي ينظم نسبة السكر في الدم، مما يعني أنك إذا خديت وجبة فيها حاجة حلوة رايح تحس بالشبع، وهذا ما يقلل خطر الإصابة بداء السكري. بالمقابل، فإن أحد أهم أسباب مرض السكري من النوع الثاني هو انخفاض حساسية الجسم لمادة الأنسولين. الصيام كذلك يحمي الخلايا العصبية في الدماغ من مجموعة من السموم التي تؤدي إلى تقدم العمر وتلف الخلايا. هذه الأخيرة يمكن أن تتسبب في الإصابة بجلطات دماغية، مرض باركنسون، أو انحدار في القدرات الإدراكية للإنسان، مما يؤدي للإصابة بالألزايمر. في حالة الصيام كذلك ترتفع الكفاءة الإدراكية للدماغ، مما يزيد من عمل المناطق المسؤولة عن التعليم والذاكرة. كنقطة أخيرة، تجارب إكلينيكية عديدة أخرى أكدت بأن الصيام ساعد في بعض الحالات مرضى السرطان على تحسين سرعة الشفاء ومجابهة الورم والتخفيف من الأعراض الجانبية للعلاج الكيميائي. لكن للأمانة العلمية برك، الصيام مضر في بعض الحالات كما المرض. فمثلا إذا كان شخص مصاب بالحمى، الجسم تاعو راه يحتاج لطاقة باش الجهاز المناعي تاعو يخدم ويقدر يقاوم المرض، وهنا يحتاج لأكل صحي ليولد هذه الطاقة. إذا صام في هذه الحالة راح يصروا له مشاكل صحية ويصعب عليه مجابهة المرض. لكن الحمد لله أنه ربي شرع الإفطار للمريض وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كانت هذه بعض الفوائد الصحية للصيام، وهناك العديد من الفوائد الأخرى اللي مذكرناهاش، فضلا عن الفوائد الروحية للصيام كونه يعود الإنسان على الصبر وضبط النفس ويحقق مقصد التقوى التي هي الغاية البارزة من الصوم، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. كانت هذه هي الحلقة تاع اليوم، نتلاقوا إن شاء الله في حلقة جديدة مع موضوع جديد في صحة وصيام. إلى ذلكم الحين، صحة فطركم وصحة رمضانكم، اتهلاو في روحكم، السلام عليكم. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ليدرماكس، العلاج الطبيعي للجروح الحروق والقروح.